سيدي، أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الغيب من الغيب المطلق، يعني لا يعرف مطلقا، يعرف مقيدا. نعم. ولكن قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وعلمك ما لم تكن تعلم. نعم. ما لم تكن تعلم علمك، علمك الله. فما معناه هذه الآية؟ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عرف ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، أو كما نعم. قال عليه الصلاة والسلام. نعم، انتهى سؤالك. نعم. بارك الله فيك. أول شيء، نعم، نحن تكلمنا وقلت، وهذا كلام علماء العرب وكلام الإمام أحمد الزخان، أن العلم المطلق مختص بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لخلقه أو لأحد من خلقه أن يعلمه. صحيح. لأنه بلا نهاية، علوم الله سبحانه وتعالى لا تنتهي، ولا يمكن لمخلوق أن يدركها. هذه واحدة. وأما الحبيب عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى أطلعه على شيء من العلم المطلق. كلمة شيء أو جزء لا تعني أنه قليل، لا، إنما جزء قد يكون هذا الجزء، يعني كما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام، إذا أردنا أن نقدر ما أخبرنا به الحبيب عليه الصلاة والسلام فقط، هو ما أوردت من حديث، ما كان أي من أول الخلق، وما يكون إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. نعم. يعني بمعنى إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار. من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى، أول ما خلق الله تعالى ما هو؟ القلم. نعم. ثم خلق اللوح، تمام؟ هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم، وليس هذا القلم، وإنما نقصد القلم الله تعالى أعلم به. ثم خلق اللوح، يقول عليه الصلاة والسلام: ثم أمر القلم أن يكتب، فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. هذا في اللوح المحفوظ. ما شاء الله. فالحبيب عليه الصلاة والسلام أطلع على اللوح المحفوظ. الله. ويعلم ما في اللوح المحفوظ كاملا. ما شاء الله. هذا ما أكده علماء السنة. فهذا كلامنا في مسألة علم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هو مقيد، لكن ليس بكمية قليلة. لا، لا نقول أنه كمية قليلة مسألة حديث أو حديثين. لا. قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ورد في الحديث: ما كان وما يكون أطلعت عليه. تمام؟ إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، وإلى أن يدخل أهل النار النار. ثم بعد ذلك يطلع الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة، أخبرنا بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذا كله من علمه عليه الصلاة والسلام. صحيح. الآن علمه هل أخبرنا إياه كاملا؟ لا، أخبرنا منه مواقف سيكون من علامات الساعة وأحداث وأحداث. وعنده أيضا ما بينها علوم لم يخبرنا بها. لماذا؟ لأنه لا يخبرنا نحن، إنما يخبر أقواما لا يدركون ماذا سيأتي. يعني لو أن الحبيب عليه الصلاة والسلام، لمثال بسيط، أخبرنا بأن هناك سيأتي سيارات كما في زماننا الآن، هو يعلم أنه سيأتي سيارات. الحبيب عليه الصلاة والسلام يعلم أنه في زماننا سيأتي زمن يركبون فيه السيارات، في السيارة. لكن هل أخبر بذلك الصحابة؟ لا. لا، لأن كان هذا فتنة للصحابة، لن يفهموا ما هي السيارات ولن يدركوها. وأيضا حجة للكفار أن يطعنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقول كلام لا نفهمه. ولذلك لم يقل الحبيب عليه الصلاة والسلام كلاما إلا كان مفهوما لكل زمان ومكان. الله الله، ما شاء الله. فحينما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان على الأمة القابض على دينه كالقابض على جمر من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا حديث واضح في معناه للصحابة، وواضح لنا أيضا، كلام واضح لا يحتاج إلى زمان محدد أن يفهمه فقط، لا، مفهوم لكل زمان ومكان. ما شاء